شكرا. هو أحداث المصرف يتنزل في إمكانية استغلال الفرص الكامنة. كنا نعرف حاليا هناك أجماع أنه هناك ضعف الاندماج، يعني المنطقة المغاربية يمكن أقل نسبة اندماج موجودة في المناطق الاقتصادية بصفة عامة، وكذلك كنا نعرف كذلك أنه قاعدين نخسر في نقاط نمو، قاعدين نخسر في يمكن مواطن شغل إلى آخره. والحمد لله الدول المغاربية في ديسمبر 2015 قررت أن تحدث المصرف هذا حتى يكون أداة لتطوير ولتمويل المشاريع ذات المسح المشترك، يعني المشاريع الاندماجية، يعني المشاريع اللي على الأقل معناها يكون فيها بلدين، معناها مثلا إذا كان ناخذ مشروع استثماري يجب يكون رأس المال مشترك، أو معناها مستثمر من بلد مغاربي يستثمر في بلد آخر، هذا بالنسبة للاستثمار. بالنسبة للتجارة كذلك هو من معناها مشمولاتنا، هو تمويل العملية التجارية، ضمان العملية التجارية، وكذلك المساهمة في رفع الحواجز للمبادلة التجارية والاستثمار المشترك. هذا دور المصرف. المصرف بالطبيعة هناك اقتناع والحمد لله، لأنه المصرف وقع أحداثه بعد ما وقع تحرير ربع رأس المال، كذلك هناك تعهد من البلدان الخمسة المغاربية لتحرير بقية رأس المال 2018-2019-2020، وهذا يدل على أنه بالرغم من الصعوبات الظاهرة هناك إمكانيات. كنا نعرف أن هناك حاليا بعض المستثمرين وبعض المؤسسات المغاربية اللي تشتغل على الصعيد المغربي، فدور المصرف أنه أولا يرافق هذه المؤسسات وكذلك يدعم استثماراتها ويدعم مبادلها التجارية. نطمح كذلك لأن نكون المؤسسة المرجع في المشاريع الاندماجية مع المؤسسات المالية الدولية اللي هي تشتغل على الصعيد المغاربي لكن تشتغل في كل بلد على حدة. احنا دورنا انه نركز على المشاريع اللي هي المندمجه ونشتغل مع المؤسسات سواء البنكيه الوطنيه اللي هي قاعده تمول في المشاريع او المؤسسات الماليه الدوليه، حتى نكون احنا مختصين في المشاريع المندمجه وحتى نكون كذلك قوه اقتراح لرفع الحواجز وللتنسيق خاصه. هو بالنسبة للمعوقات كما تعرفوا فما عدم يمكن تناسق بين القوانين أولا، لأنه إذا كان ناخذ قوانين الاستثمار في الخمسة بلدان المغربية ما هيش بنفس الدرجة، كذلك في مجال الصرف نعرفوا اللي كذلك حتى في اللوجستية هناك معناها بعض العوائق. لكن أعتقد أنه إحنا قمنا بزيارة الخمسة بلدان وقمنا بزيارة فنية الخمسة بلدان وتعرفنا على المجال، لأنه ماذا بينا نقوم بصفة تدريجية. إحنا مصرف ناشئ، معناها مش نبني على ما هو إيجابي ونحاول أن نتجاوز ما هو سلبي. يعني هناك حاليا معناها دينيش فما دي سيكتور اللي نجم نخدم عليهم، وهذا شفناه كما قلت لك بزيارات ميدانية بالخمسة بلدان، شفنا أنه هناك يعني مشاريع موجودة هذه نجم ندعمها، نجم كذلك ننطلق منها، لأنه لما أنت تخرج من مشروع وتعرف الحواجز وتشخص الحواجز فدورنا أنه نبين أنه هناك إمكانات هامة لكن تعيقها بعض الحواجز، وهي الحواجز اللي هي موجودة، وهذا دورنا الحقيقي وهذا ما هو منتظر منا وهذا ما وقع تحديده في استراتيجية المصرف.